لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. الحج موسم التآخي والمحبة ووقت السكينة والوقار. الحج اجتماع سلام ورحمة وتعارف ومحبة، فهل نحن كذلك؟ هذه اللقطات تصور لنا بعض معاناة الحجاج والمآسي الأليمة التي حدثت في الماضي بسبب التزاحم والتدافع أثناء توجههم لرمي الجمرات. وقبل تشييد منشأة الجمرات الحديثة وتطويرها والتي أصبحت حوادثها من الماضي ولله الحمد، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بتطوير منطقة الجمرات لتلافي الحوادث ولزيادة الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات وتحسين الانسيابية، وذلك بتفتيت الكتلة البشرية وتوزيعها على عدة مداخل ومخارج وأماكن ومستويات في اتجاهات متعددة. يعد هذا التطوير نقلة نوعية حققت خلال التسع سنوات الماضية أعلى معايير السلامة والأمن والراحة لحجاج بيت الله الحرام بفضل الله وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. وقد بدأت مسيرة التطوير قبل 9 أعوام تم خلالها إنشاء القبو والدور الأرضي والأول والثاني والثالث والرابع، أي 6 مستويات، وتم تشغيل المنشأة بنجاح دون أي حادثة تدافع أو تزاحم، بل مع الراحة والسلامة والسكينة والأمن والأمان، فلله عظيم الحمد وأجل الشكر وأقدس الثناء. وتستعمل مستويات المنشأة الحديثة في موسم الحج على النحو التالي: القبو للوفود الرسمية ورؤساء الدول، ويستقبل الدور الأرضي الحجاج القادمين من مخيمات منى عبر شارع الجوهرة وسوق العرب، ثم يعودون عبر المسارين المخصصين شمال وجنوب ساحة الجمرات. ويخدم الدور الأول القادمين من طريق المشاة الجنوبي المظلل من منى عبر المنحدر الجنوبي للدور الأول، بينما يخدم المنحدر الشمالي للدور الأول القادمين من الشارع الجديد وطريق الملك فهد، ويكون طريق عودتهم عبر المسارات جنوب وشمال ساحة الجمرات. أما الدور الثاني فيخدم الحجاج القادمين من منطقة العزيزية عبر المشروع الجديد لربط العزيزية مباشرة بالدور الثاني. والقادمين من جهة مكة المكرمة والشيشة وشارع ريع صدقي. وهذا الدور له منحدران: منحدر في شمال غرب الجمرات، ومنحدر في جنوب غرب الجمرات، ومنحدر للخروج إلى الساحة الغربية في اتجاه مكة المكرمة، وجسر ونفق للعائدين لمنطقة العزيزية.
ولتخفيف العناء على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الصاعدين إلى الدور الثاني، تم تخصيص مركبات كهربائية تنقلهم إلى مستوى الدور الثاني لأداء شعيرة الرجم. وقد تم تزويد كل مستويات الرجم بالتكييف الصحراوي لتخفيف درجة الحرارة وتلطيف الجو. أما الدور الثالث، المستوى الرابع للجمرات، فهو يخدم الحجاج القادمين من منطقة الشعيبين والمعاصم من خلال مشروع ربط الشعيبين بالدور الثالث للجمرات عبر الأنفاق والجسور. ويتم الخروج من الدور الثالث عبر مسار العودة إلى الشعيبين والمعاصم ومن خلال 7 أبراج للسلالم العادية والمتحركة غرب منشأة الجمرات. وقد تم تزويد الأنفاق بسيور متحركة لتخفيف العناء على ضيوف الرحمن، مع تغطية المناطق المفتوحة والجسور بمظلات تخفف عنهم أشعة الشمس. الدور الرابع، المستوى الخامس لرمي الجمرات. هذا الدور مغطى بالخيام للحماية من أشعة الشمس، ويتم فيه نثر رذاذ الماء مع مراوح نفاثة للهواء لتلطيف الجو وتخفيف الحرارة على الحجاج. ويخدم هذا الدور الحجاج القادمين من محطة قطار المشاعر المقدسة الجنوبي من 3 محطة الجمرات، والقادمين عبر طريق الملك عبد العزيز العلوي، وتكون عودتهم عبر المنحدر الغربي للدور الرابع لمنشأة الجمرات. ننصح الحجاج الكرام باستعمال مختلف مستويات الرجم المتاحة لهم وعدم التركيز على الدور الأرضي، ففي ذلك راحة لهم وسلامة بإذن الله تعالى. كما يساهم قطار المشاعر المقدسة مساهمة فعالة في تخفيف الضغط على الطرقات المؤدية إلى الجمرات عبر الدور الأرضي والأول، ويعمل القطار على ربط جنوب المشاعر في مشعر عرفات ومزدلفة ومخيمات منى بالجمرات في خط ترددي يبلغ طوله 20 كيلومترا بإنشاءات مرتفعة عن الأرض، و9 محطات في كل مشعر، 3 محطات. وسيتم تقديم خدمة النقل بالقطار طوال يوم العيد وأيام التشريق للحجاج النظاميين من محطات منى 1 و2 ومزدلفة 3 بدقم الوبر وعرفات 3 إلى الجمرات ومنها إلى المخيمات والمحطات. وسيتم صرف تذاكر القطار للفئات المستهدف نقلها بالقطار والواقعة مخيماتهم حول مسار القطار، بالإضافة إلى تذكرة خاصة لأيام التشريق لكل الحجاج النظاميين الراغبين في استعمال القطار لرمي الجمرات. نحن بحاجة ماسة لتعاون الحجاج والمطوفين مع رجال الأمن والمنظمين والمراقبين للالتزام بالجداول الزمنية لانطلاق مجموعات الحجاج من المخيمات إلى الجمرات، وذلك من أجل سلامتهم. فعلى الحجاج الكرام أولا اتباع خطوط السير المحددة لمنشأة الجمرات، حيث تم وضع المسار الأفضل والأقرب والأسلم لكل مخيم بشكل دقيق ومفصل، كما حددت لهم طرق العودة أيضا للعائدين إلى منى. وسنحافظ في حج هذا العام أيضا على خطة السير
في اتجاه واحد من وإلى الجمرات. أخي الحاج، أخت الحاجة، تجنبوا الرمي في أوقات الذروة القاتلة باتباع الوقت المحدد لكم في الجداول الزمنية، ولا تخالفوها، فكلنا ننشد السلامة والراحة والأمان لكم ولإخوانكم الحجاج. يمتد وقت الرمي حتى غروب شمس يوم 12 و13 من ذي الحجة. ونظرا لما يشهده المسجد الحرام من إنشاءات لتوسعة المطاف في مستويات متعددة، وتوسعة خادم الحرمين الشريفين في شمال الحرم، نأمل من إخواننا الحجاج الكرام التريث في التوجه إلى الحرم مباشرة بعد أداء شعيرة الرجم، والأفضل لهم التوجه أولا إلى مكان سكنهم ومخيماتهم وعدم التعجل، والمبيت في منى حتى يوم 13 من ذي الحجة. أخي الحاج، أخت الحاجة، سيجري أيضا في موسم حج هذا العام ضبط الجداول الزمنية لتفويج الحجاج، والحرص على الالتزام بها من كل الحجاج والمطوفين، وسيكون هناك مراقبون رسميون للقيام بضبط ومراقبة التفويج، يساندهم رجال الأمن العام. أخي الحاج، لا تصطحب معك أي أمتعة أو حقائب فتعرضها للضياع وتعرض نفسك وأخاك المسلم للهلاك، ولن يسمح لأي حاج بأن يحمل أي أمتعة معه إلى الجمرات. خططت منطقة الجمرات وطرقاتها بما لا يسمح بتاتا بالافتراش فيها. أيها الحجاج الكرام، أيها المطوفون، أيها المرشدون، إننا نمد إليكم أيدينا بكل محبة وأخوة وإخلاص، ونأمل ونتعشم في أن تمدوا أيديكم إلينا ليتكرر النجاح بإذن الله وفضله وإحسانه الذي تحقق في الأعوام الماضية، فتتحقق بذلك سلامتكم وراحتكم وأمنكم بإذن الله تعالى. فهل هذه الصورة أحب إليك أم تلك؟ هذه أم تلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. نسأل الله العلي القدير أن نتعاون جميعا في الاستفادة من المعطيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحج آمن وسليم بإذن الله تبارك وتعالى. الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، المملكة العربية السعودية.